السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقة جديدة من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. الان علينا التحدث لحارس المنطقة الثالثة اصدقائي الفيلالاين. ما هو دافعك هنا ايها البشري؟ لديك قدرة تفوق كوني مجرد قط حارس رائع. هل تريد المرور؟ لدي 9 ارواح ولن اذهب الى هناك، فانت لا تعرف ما الوحوش الشرسة المختبئة هناك. سأخمن الوحش الموجود هناك، أسود وضخم جدا وبارع في الاختباء في الرمال. هل أنا محق؟ بالضبط، دون استخدام وظائفه والأدوية ونقاط ضعفه لصالحك لن تفوز أبدا. مهلا، كيف عرفت ذلك؟ لأنه خلفك مباشرة. مياو، عليك قهر هذا الوحش في الأدوار المحددة وإلا انتهى أمرنا. حسنا، هو الوحش، الفوز وحده لا يكفي، يجب أن تفوز بالمعركة في خلال عدد معين من الجولات. سيستغرق الأمر وقتا طويلا إذا لم تستهدف نقاط ضعف الضعف. أنا متأكد من أنك تعرف ذلك يا رفيقي. حسنا، معنا 5 جولات فقط. حسنا، هجوم القوة، هزيمة لاعبنا، الطلقة الرملية من الوحش 193 نقطة. جفال يهجم أيضا، وراسين يهجم، الضربة المدمرة من نيرجي 2 نقطة فقط. حسنا، نختار هجوم التقني أصدقائي. 193 نقطة شيفال، انتصر لعبنا 193، 129 نقطة. مواجهة مدمرة من نيرجي 1 نقطة. 2 من راسيان، أصابت الوحش بالتسمم، 23 نقطة من السم. إنها بلسيوس، أعتقد سأختار تبديل الوحوش. الضربة العنيفة الكارثية نستخدمها، ونستخدم هجوم التقني مرة أخرى أصدقائي، فلنرى قوة نيرجي قبل أن نبدله. نستخدم الناسف الملتهب من راسيان، الضربة العنيفة الكارثية، فلنرى قوتها 1 نقطة فقط، هذا غريب. حسنا، نستخدم وحوش أصدقائي، تبديل وحوش، نستخدم ستالس، مفترض أنه ضعيف أمام الهجمات الكهربائية هذا الوحش. نجم التقني مرة أخرى، مشلول لعبي، قوة ضربة ختم التيمين شيفال، كسر أحد العناصر 2 نقطة فقط. حتى ستالس ضعيف أمام هذا الوحش. نرجس صاخرين، اختار كلافينيوس فلنرى. هجوم التقني مرة أخرى أصدقائي، 33 نقطة، حاسم سرعة ضربة ختم التنين من الجبال. تمت هزيمة السيفا دروم، انتصرنا أصدقائي 3220 نقطة، كسب بعض العناصر أيضا، انتصرنا في خلال 5 جولات فقط. لقد أنقذت حياتي، ظننت أن حياتي التاسعة انتهت، والآن ماذا لو قضيت على الوحوش الأخرى هناك؟ حسنا، فلنتقدم أصدقائي. ربح العدد المحدد من الجولات. حسنا،